مرحبا مواليد برج العذراء، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 11 للاحد 17 تموز يوليو؟ شو في عنا في هذا الاسبوع اجمالا؟ هو بس لما نطلع على الفلك، على كل النجوم والكواكب والتاثيرات الفلكيه، بلاقي انه هذا اسبوع جيد لمواليد برج العذراء. بلاقي اسبوع جيد بيحمل نوع من انفراجات بلحظات معينه، خاصه انه في عنا قمر مكتمل في برج الجدي البيت الخامس عندكم، لذلك هو انا بعتقد انه اسبوع بيستحق منكم تحطوا تقلكم، تحطوا من اهتمامكم، تحطوا من طاقاتكم لحتى تلاقوا نتائج، لانه هذا الاسبوع بيعطيكم نتائج عديده ومتنوعه. منبلش الاثنين 11 تموز، القمر ببرج القوس بالنسبة لكم البيت الرابع، هنالك شؤون وهنالك ملاحظات وهنالك نوع من واجبات عائلية، مش انه مجبورين فيها لكن تطلع بوجهكم ويمكن تضطروا انكم تشتغلوا عليها وتلاحقوها. مكمل هذا الجو ايضا يوم الثلاثة حتى الساعة 12 الظهر توقيت بيروت. اذا الاثنين والثلاثة حتى الساعة 12 ظهر توقيت بيروت هنالك ظروف ومسؤوليات شخصية أو عائلية يمكن تزعجكم شوي لكن مش بالضرورة، فجو لا بأس به. 12 الظهر يوم الثلاثاء القمر بيروح لبرج الجدي الصديق لإلكم، هون ترجع ضحكتكم وبترتاحوا وكأنه حمل ونزل. كل يوم الأربعاء 13 تموز يوليو القمر ببرج الجدي بيكتمل المساء 10 إلى ثلث المساء توقيت بيروت، وبيضلوا الخميس 14 بيضلوا ببرج الجدي حتى الساعة 11 صباحا توقيت بيروت. فترة وجود القمر في برج الجدي حوالي 48-49 ساعة هي الفترة الأجمل الأقوى حظا في هذا الأسبوع، هي الفترة يلي بتكافئكم، هي الفترة يلي بتعطيكم هدية، هي الفترة اللي بتحملكم نوع من تطور كتير حلو بالنسبة لإلكم عم تحلموا فيه أو أنتوا بدكم إياه. فترة رائعة من أجمل فترات في هذا الأسبوع، ومع اكتمال القمر في برج الجدي يبدو وكأنه بانتظاركم مفاجأة، يمكن مكالمة من حبيب، من شخص عزيز، من انفراج لمسألة، يمكن بالشغل بيطلع عندكم شغلكم عم تشتغلوا عشانين هام بيطلع بالنتيجة النتيجة حلوة، أو ما حدا اكتشف غلطتكم والأمور كلها بتتحلحل. أجمل الفترات في هذا الأسبوع وأكثرها حظا، وهي فعلا يمكن تكون حتى من أفضل الفترات في شهر تموز يوليو، فانتبهوا لهالنقطة واستفيدوا منها. الخميس 11 وربع صباحا توقيت بيروت القمر بيصير ببرج الدلو، بيبقى كل الجمعة وبيضل للسبت الساعة 11 وربع صباحا توقيت بيروت كمان حوالي 48 ساعة. فترة وجود القمر في برج الدلو هي البيت السادس بالنسبة لإلكم، هي بيت الشغل، هي هون ببلشوا تحسوا انه يمكن التهيتوا شوي، يمكن تأخرتوا شوي، يمكن قصرتوا شوي تجاه شخص، تجاه نفسكم، تجاه عملكم، دراساتكم، فبتحسوا انه لا في عندكم عقدة ذنب وانه بدكم تشتغلوا يمكن بشيء او ترجعوا تعيدوا شيء او تكدسوا الامور. المهم ما تخلوا حالكم انكم تنزعجوا او تتلبكوا لانه كل شيء فوق بعضه، رتبوا اموركم، انتبهوا لصحتكم واشتغلوا منيح، لكن في شرط ما تتركوا مشاكل ليوم السبت والاحد، لانه القمر بيروح لبرج الحوت السبت الساعه 11 وربع صباحا توقيت بيروت وبيبقى كل الاحد. اوكي، القمر برج الحوت هو البرج اللي مقابلكم، يعني في احتمال يكون في معاكسات، احتمال يكون في مواجهه من شخص، من شخص يمكن ضايق منكم بفتره سابقه، او انتم تلتقوا بشخص زعجكم مره وبتصيروا بدكم نوعا ما تلطشوه او تسمعوه حكي، فكونوا حذرين. لانه في مثلث فلكي، القمر ببرج مائي برج الحوت والشمس ببرج السرطان برج مائي، في احتمال انه ما تكون هالمواجهه كثير صعبه، فمن الاول من الآخر ما تعملوا مشاكل لأنه تمرق، هي قصة 48 ساعة وبتمرق هالغيمة، فما تغطسوا ما تغطسوا حالكم في هذه القصص، طولوا بالكم بتمشي. الأكثر حظا 11 12 و 13 سبتمبر. نلتقي مع الأبراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل. باي باي.